طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ما هي أسباب انتشار المخدرات في العراق، وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. العراق به صالات قمار ما موجودة حتى بمونتي كارلو. الأحزاب الإسلامية، خلي أحدد، اللي تمتلك ميليشيات، اللي تمتلك أجهزة وقوات مسلحة، وتحديداً خلي أخصه علناً، ماكو لاعب ولا كذا، الشيعية منها متقاسمة الأموال والواردات مع منو؟ مع هاي الصالات، حزب آخر ثاني إسلامي شيعي يحمي الملاهي بالعراق. البارات منو اللي يحميهم؟ يحميهم حزب إسلامي شيعي ثالث. ليش قوطية البيرة ببغداد بألف دينار بالبصرة ب5000؟ أسألكم، هاي ال4000 منو ياخذها؟ ياخذها حزب إسلامي. هاي الدولة جاي يسيرها هؤلاء أدعياء الإسلام المزيف، وعايشين على العرق، وعايشين على قمار، يقاضون أموال. وهذا الوضع بالعراق منذ سنين. هسه اجوا منعوا العرق، ليش؟ الحبوب اللي بالملايين جاي تستورد من ايران، الخشخاش جاي ينزرع بالعراق وتحديدا بالجنوب. القوا في العراق يدفعون اموال لاحزاب اسلاميه في الجنوب وبغداد. ما هي أسباب انتشار المخدرات في العراق؟ ولماذا انتشرت هذه الظاهرة الخطيرة بعد العام 2003؟ لماذا ترتفع نسب التجارة والتعاطي في صفوف العراقيين؟ هل هو تقصير حكومي بالقضاء على هذه الظاهرة؟ أم أن انتشارها أمر طبيعي بسبب الأحداث التي مر ويمر بها العراق منذ الغزو والاحتلال الأمريكي له؟ أليس انتشار المخدرات بين صفوف العراقيين أمرا متعمدا لإنهاك المجتمع العراقي؟ لماذا لا تستطيع الجهات الحكومية القضاء على ظاهرة دخول المخدرات إلى العراق؟ أليست إيران هي المصدر الرئيس للمخدرات الداخلة إلى العراق؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم بعنوان ما هي أسباب انتشار المخدرات في العراق؟ حيث تتفاقم يوما بعد آخر ظاهرة انتشار المخدرات في العراق، فقد كشفت تصريحات رسمية عن أن نسب التعاطي بين الشباب بلغت مستويات عالية جدا، قد تصل في السنوات المقبلة إلى 70%، وسط اتهامات حكومية وأممية لإيران بإغراق العراق بالمخدرات. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. 8 أطنان من المخدرات هي تلك التي ضبطت في العراق خلال الربع الأول من العام الحالي، إحصائية صادمة ومفجعة. تضمنت 1,700,000 حبة مخدرة هي تلك التي تم ضبطها خلال 3 أشهر فقط، لتضاف إليها 8,000,000 حبة مخدرة أخرى ضبطت في بغداد قادمة من دولة مجاورة دون تسميتها وفقا لبيان حكومي. إحصائيات وأرقام رسمية تأتي بعد أيام من اعتراف وزارة الداخلية الحالية بأن إيران تغرق العراق بالمخدرات، وهي تصريحات قريبة من تلك التي أطلقها مسؤولون حكوميون في أوقات سابقة. وبصريح العبارة بأنه أغلب أنه هذه المخدرات أنه تأتي من خلال الحدود العراقية الإيرانية، وهذا تحدثنا به وطالبنا، وآخرها أنه كان توجهنا بنصب كاميرات مراقبة في الحدود. أعلن هنا وبكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني. خطر المخدرات في العراق يتجلى عبر وجود 11,000 من تجار ومتعاطي المخدرات محتجزين في السجون الحكومية، في وقت أكد مجلس القضاء أن نسبة الإدمان بين صفوف الشباب والمراهقين وصلت إلى 50% في بعض مدن العراق، ولا سيما ذات المستوى المعيشي المنخفض. أما الأمم المتحدة فقد أكدت أن مخدر الكريسال يعد الأخطر والأكثر انتشارا في العراق،
مؤكدة أنه بدأ يصنع سرا داخل العراق بعد أن كان يأتي سابقا من إيران. وتتهم منظمات المجتمع المدني أحزابا وشخصية سياسية بالتنسيق مع تجار المخدرات بسبب الأموال الطائلة التي تأتي من تلك التجارة في بلد ترتخي فيه قبضة القانون أمام قوى سياسية وأحزاب تمتلك المال والسلاح والميليشيات التي تعد أقوى من الدولة وأكثر نفوذا من أي مسؤول حكومي مهما كان موقعه. نعم، تابعنا هذا التقرير، ويعني يبقى التساؤل: ما هي أسباب انتشار وارتفاع نسب التعاطي والتجارة للمخدرات في العراق؟ طبعا أعلنت وكالة الاستخبارات في بغداد يوم أمس الأحد عن ضبط 8 ملايين حبة مخدرة في بغداد خلال عملية مشتركة مع جهاز المخابرات في أكبر كمية تصادرها قوات الأمن، بحسب بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية. ذكر البيان بأنه بالاشتراك مع قوة من جهاز المخابرات الوطني تم ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر ب8 ملايين حبة مخدرة. وأضاف البيان بأن الحبوب كانت مخبأة في شاحنة وكان في نية حائزيها إدخالها إلى العاصمة بغداد، مشيرة إلى أنه تمت متابعتها عن طريق الأنبار النجف الدولي والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد. طبعا لم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل، لكن مسؤولا في قيادة عمليات بغداد قال لصحيفة العربي الجديد بأن المخدرات كانت قادمة من سوريا إلى العراق. يعني احنا عندنا مشكلة قائمة هي الحدود الإيرانية اللي تأتي منها المخدرات، هسه طلعت لنا، طبعا ليست جديدة ولكن يعني كذلك هو معبر آخر لتجار المخدرات، الحدود السورية العراقية قادمة من سوريا بحسب بيان وزارة الداخلية إلى العراق، وهي من نوع كبتاغون وتم إدخالها عبر الحدود تسللا وليس عبر المعبر الرسمي الذي تم تجهيزه مؤخرا بمعدات متطورة لكشف المخدرات. أضاف المسؤول بأنه تم ضبط عراقيين 2 مع الشاحنة المصادرة، لكن هناك شخصا من جنسية عربية متورط معهم وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات لاحقا. وكان الهدف منها بحسب البيان الوصول إلى منطقة جنوبي العراق لغرض توزيعها هناك، مؤكدا بأن العملية تمت ليلة أمس في ضواحي العاصمة بغداد الدورة الجنوبية العاصمة، معربا عن أمله بأن تسهم العملية في كشف خيوط مهمة في شبكة تجارة وترويج المخدرات. طبعا مطلع الشهر الحالي قالت مصادر الشرطة في محافظة الأنبار بأنه تم إحباط محاولة إدخال 1,800,000 حبة مخدرة من نوع كبتاغون إلى العراق قادمة كذلك من الأراضي السورية. وفي السياق نقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن مصادر أمنية لم تسميها خبر مقتل تاجر مخدرات صباح يوم أمس الأحد شمالي العاصمة بغداد خلال محاولة اعتقاله من قبل الشرطة. وفقا للمصادر فإن قوة أمنية خلال نصب كمين لتاجر مخدرات ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد ولدى محاصرته بعد أن طلبت منه تسليم نفسه إلا أنه لم يخضع لأوامرها ولاذ بالفرار، اضطرت إلى إطلاق النار عليه ليصاب بمنطقة الرقبة من الجسد ويفارق الحياة إثر ذلك. جددت السلطات في كردستان العراق كذلك تحذيراتها من ازدياد تعاطي المخدرات والإتجار بها في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في أربيل تأكيدهم بأن إيران أصبحت المصدر الرئيس لواردات المخدرات إلى كردستان العراق والمهربة إليها عبر الحدود من محافظتي البصرة جنوبا والسليمانية شمالا. طبعا بالعام 2021 تم القبض على نحو 2000 شخص بتهم تتعلق بالمخدرات بما في ذلك التعامل مع المواد المخدرة واستخدامها والترويج لها وفقا لإدارة مكافحة المخدرات في كردستان العراق. كما وأكدت مصادر مطلعة بأن في كركوك باتت هي الأخرى بوابة رئيسية لنقل المخدرات إلى كردستان العراق. يعني صراحة يعني قضية المخدرات هذه الآفة اليوم التي تنهش
جسد الشعب العراقي، لا تزال هذه الظاهرة، ظاهرة المخدرات في بعض الأوساط في العراق تتفاقم. يعني إذا نتابع بعض التصريحات الرسمية كشفت عن أن نسب التعاطي بين شرائح الشباب بلغت مستويات عالية، وخاصة في الطلاب الجامعات والمدارس وكذلك العاطلون عن العمل. كما أصبحت تجارة المخدرات في العراق شيئا مألوفا مع الأسف، حيث انتشر تجارها ومروجوها في المدن العراقية، خصوصا في المحافظات، محافظات الوسط والجنوب، ومنها مدينة البصرة الغنية بالنفط والملاصقة لإيران، مع ازدياد ملحوظ في مدينة الموصل شمالا بحسب تقارير رسمية. خلونا نتابع تصريح سابق، وهو عفوا لقاء الشرطة البصرة رشيد فليح في عام 2018، وهو يقول ويتحدث بأن 80% من المخدرات التي تدخل البصرة تأتي من إيران. خلونا نشوف تصريح فليح. أعلن هنا وبكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني. من هذا المنبر أدعو دراسة موضوع تغليظ وتقوية الأحكام بحق التجار، وأطالب بقوة، أطالب بقوة إنزال عقوبة الإعدام بحق التجار الكبار، وليس الأحكام العقابية الموجودة الآن التي تبيح له فترة من الزمن أن يعد ناس آخرين تجار صغار. نعم، هذا تصريح سابق لقاء الشرطة البصرة في 2018، وهو يتحدث ويقول بأن 80% من المخدرات تأتي من إيران إلى محافظة البصرة. معنا محمد من أمريكا. محمد، برأيك ما هي أسباب انتشار المخدرات في العراق؟ ليش دعا تنتشر؟ ليش دعا تزداد نسبة التعاطي في العراق؟ السلام عليكم، أحيي قناة الرافدين. وعليكم السلام. والعراق مليون إيران. سعد العزيز سعد عمر. نعم. هاي كلها تجار تابعين للإحزاب، للإحزاب تابعين لإيران. هاي الإيران يقولون إسلامية، أما جابوا على الإسلام، هم اليهود يترف عندهم كفيلك الله. عندك مول هواي عندنا ديون تابعين لإيران، أبو علي وغير أبو علي سفينك الله، ذلك كلهم تجار المخدرات يشتغلون عند الأحزاب تابعة لإيران، بدر ما بدر، الميليشيات الحشد الإيراني هم طببوا الإسرائيلي من الحدود السورية العراقية طببوها البغداد، هو الحشد وحزب الله. شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ شنو دليلك على أنه الحشد دخل الإسرائيلي؟ هم مسيطرين السادس، هم هو الحشد، هو حشد إيراني تابع لينا سعد العزيز، هم تابعين، هم مسيطرين على الحدود، على الحدود طرابين ما طرابين والوليد، هم حزب الله والحشد لهم كفيلك الله، هم شهرين. نعم. مخدرات ولا سلاح يجيبوها من ايران يطببوها سوريا، عم ترى العالم ما نايم على ايران، كل شيء نعرف كفيلك الله، انت مو قاعد بامريكا، كل شيء نعرف على دول المعلمين قاعدين بالنجف، بالنجف كلها مخدرات، كربلاء والنجف، لا تقولوا لي ائمة العباس والحسين، كفيلك الله كلها زين مخدرات زين ماشي. ائمة والعباس يعني هذا الارتفاع، يعني احنا هم نشاهد بالمقابل بانه هناك عمليات القاء قبض على كميات كبيره، يعني بس البارحه الداخليه بعمليه مشتركه القت القبض وصادرت 8 ملايين حبه مخدره جايه من سوريا. يعني على الحكي باليوم يجوز يدخل للعراق بس من الحبوب 50 مليون حبه. هذا العزيز دول التجار تابعين للاحزاب لايران، ما حد يحكي ياهم، تابعين للحركه الثوريه الايراني، اخو خالد يحكي ياهم، البريء بالسجن يطلع لي واحد حشاك رئيس ابن خالد تابع دين ايراني، هم كلهم تابعين للاحزاب، الحشد ما حشد، كل كفيلك الله، كلهم تابعين للاحزاب، هم جاي يهربون المخدرات والحشيش، هم تابعين للاحزاب، قياديين كفيلك الله دول يعني ثلاث ست ايام ما يطولون بالسجن، يطلعون ود الخايب هذولاك نايمين بالسجن، يطلع لك زين من ديون ايران ويقول لك هذول لا مجرمين، لا مجرمين عمي، هاي ايران، هاي السفله الايرانيين دول تابعين لايران. زين انت برايك ماشي، قضيه المخدرات هل هي قضيه تجاريه بحته ام هي مقصود منها كذلك تدمير الشباب العراقي؟ سعد العزيز سعد عمر، هي مقصوده من ايران حتى يدمرون الشعب العراقي، ما يريدون العراقي ينهض. اما كان قبل يخرج العراق، يخرج طيارين، يخرج دكاتره، يخرج الوعد، شكرا.
انت العراق يخرج؟ يخرج يا قتيل يا مخدرات يا ارهاب. عما تعرف الارهاب يسوونه بالعراق؟ دمروا لي العراق عما هذول اهل العمايم واهل الطوف، دمروا لي البلد. يطلع لي واحد من نيران ولا يحكي عليهم؟ نعم استفاد من عندهم، استفاد كفيلك الله. روح شوف اصلك منين، شوف اصلك منين، روح اسال على ابوك التمنين. لا تطلع من جماعه محمد ولا محمد من امريكا كان معنا. نرجو من المتصلين ان يكونوا هادئين بالطرح، يعني بدون تشنج وبدون تجاوز، يطرح رأيه بشكل سلس وهادئ حتى نفتهم عليه. طبعا خلونا نتابع كذلك تصريح لوزير الداخلية عثمان الغانمي. هذا التصريح يعود إلى عام 2020، قال بأن أكثر من 50% من الشباب العراقي يتعاطون المخدرات. يا جماعة كارثة كارثة. خلونا نتابع ما قاله عثمان الغانمي وزير الداخلية. محددين نسبة الانتشار المخدرات بين الشباب العراقي كوزارة الداخلية؟ أكثر من 50% الآن، أكو نسبة كبيرة جدا. بس بالأخير بدأنا أولا، إذا أردت تقضى على شيء أولا لازم تجفف منابع التصدير مالته أو التمويل. بدينا نجففها بصراحة، إحنا بدينا نلاحق التجار، بدينا نشكل مفارز ميدانية لكل من تعاطوا متخدرات ونحيل للقضاء. فبدأت تقريبا تخف عندنا الحالة. وين أيضا مشخصين هذه؟ عند الشباب، عند فئة العاطلين عن العمل؟ وين الفئة الأكثر متعاطين؟ والله مو على العاطلين، يعني لاحظنا في الفئات العمرية اللي هي خلينا نقول 30 سنة 35 سنة لحد العشرين في الجنسين هذه موجودة. كارثة. ومثل ما ذكرنا في بداية الحلقة بأنه يعني من المتوقع في السنوات القادمة القليلة أن يصل يعني التعاطي بين الشباب العراقي 70% أو أكثر من 70%. معنا أبو صنديد من كربلاء. أبو صنديد، برأيك ما هي أسباب يعني انتشار المخدرات في العراق؟ يعني مثل ما استمعنا بالمقطع قبل شوية للفريق رشيد فليح قائد شرطة البصرة السابق بالعام 2018، قال يجب أن تكون هناك عقوبة رادعة وهي الإعدام لتجار المخدرات. ما هي الأسباب برأيك؟ ليش هاي الأسباب يوميا نشوف أنه هذه الظاهرة بإزدياد إن كان بالتجارة أو بالتعاطي؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياكي لكم قناة الرافدين، أتمنى لكم النجاح الدائم إن شاء الله. شكرا لمواضيعكم القيمة الله اللي يسلم. تقدمونها على أشكرك الله يبارك. قضية المخدرات اللي أول ما خبركم الأخ محمد من أمريكا، نعم، هي قضية انتشرت بالعراق مثل ما أنت تفضلت جنابك وسألت السؤال. نعم. قلت أم هي تجارة أم لأغراء الشباب أو تعطيل الشباب عن العمل؟ هم الاثنين. قضية المخدرات أنا ما أبرر إيران من عندها، إيران لها نسبة عظيمة بهذه المخدرات. لا. اللي هي جاية من إيران. لكن الحكومة الإيرانية ما دفعت تجار المخدرات، لأنه أنا مو دفاعا عن إيران. أنا نعم نعم مفهوم، تفضل نعم. رأيكم. لكن نعم. أكو هناك تجار، نعم هذا رأيي. نعم. أكو تجار إيرانيين يمارسون تجارة المخدرات مع جماعات وعصابات من العراق. الأكثر تجارة المخدرات اللي تصل للعراق محمية من الأحزاب. هاي المغفولة. يعني سيارات، هاي سيارة حج فلان، سيارة سيد فلان، هاي ما تتفتش وتدخل المحافظات. وباي سيطر على المخدرات، ونسبة المخدرات بالعراق اللي وصلت للشباب أكثر من 50% مثل ما تفضل واحد من المسؤولين العراقيين وقال 50% من الشعب العراقي يتعاطى المخدرات. فصارت بين تجارة وبين تعاطي. نعم. مو بس المخدرات، ضيمة كثير، وإلى الله اللي يروح ما إن شاء الله وينتجل من هذا العذاب. زين أبو صنديد، يعني هل الأمر يقتصر على موضوع تجاري، أم هو كذلك يدخل في موضوع استهداف الشباب العراقي؟ يعني ما معقول أنه يتم هذا الأمر في يوم وليلة، ولو أنه إحنا نتحدث عن 19 سنة، ولكن الأرقام مفزعة. يعني عندما يطلع وزير الداخلية ويتحدث بأنه نسبة التعاطي أكثر من 50% بصفوف الشباب، يعني هذه أرقام كارثية. هل الأمر يقتصر على موضوع تجاري إن كان من سوريا أو من إيران أو من أي بلد كان،
أو يدخل فيه موضوع تدمير المجتمع العراقي برأيك؟ الاثنين. أولا الأحزاب تبني إمبراطوريات من هاي التجارة اللي سريعة الربح، لأنه كيلو كريستال يوصل 40 إلى 50 مليون. هاي النقطة. النقطة الثانية تدمير العراق. سلطات العراق وأحزاب العراق ما يهمها حال الشعب العراقي، يهمها أرباح أو بناء إمبراطورياتها. فالاثنين هنا يا أستاذ العزيز. زين ليش ما الاثنين هم نعم تحدث رشيد فليح قال لازم تكون هناك عقوبة، يعني صارمة، عقوبة الإعدام بكل من يتاجر بالمخدرات. ليش ما القضاء في العراق يعني يقوم بإصدار هذا القرار ويكون يعني جاد بالفعل بموضوع المخدرات؟ نعم، القانون في العراق كخيوط العنكبوت يصطاد الصغار ويعصر وبالجناح يعصف البيت ينيه. فالمافيات الكبار تبقى فلوس وتطلع، لأن الشغلة بالعراق أنت أعرف بها وعندك اطلاع أكثر، بأن القانون ما يحمي الفقير والمزود، اللي ضعيف واللي ما عنده سند وما عنده حزب يحميه هذا راح في السجون، وحتى اللي زمه ودعته كحساب تطلعهم وأموال تطلعهم لأن تجارتهم قوية وأموال دراسة. آمين، نسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين يا رب ويبعد عنهم هذه الآفة وجميع الآفات. نعم، معنا أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. حياك الله. يا هلا بيك. حيا الله قناة الراديو. أهلا وسهلا بك، حياك الله. وتقبل الله صيامنا. آمين آمين، منا ومنكم، منا ومنكم يا رب. أستاذ عمر، إحنا بالعراق يعني من 2003 ولحد الآن العراق يعني زاد سوءا وخرابا وتدميرا بضمن هاي الأحزاب وحكومات المتعاقبة اللي حكمت العراق. يعني عندنا أمور هواية يعني نحت ونقدر نقول عليها فقدوها العراقيين بصورة عامة، كالزراعة وكالصناعة كالأيدي العاملة وكالشهادات العليا اللي تتخرج اللي بلغ أي تعيينات أي وظائف. هاي الأمور كلها تتحملها رئيس رؤساء يعني الكتل ورؤساء الحكومة اللي هم رؤساء يعني يعتبروهم في الوقت الحالي يعني مسؤولين عن شعبهم. إذا كان الكاظمي وإذا كان أي رئيس وزراء، لأن دول الناس أستاذ يعني ما يريدون يعني البلد يصير برأس خير، ما يريدون إنه البلد يعني يصير يعني يتقدم للأمام. هاي الأمور تتحاسب بها أول ما يتحاسب هو رئيس وزراء، يعني المنافذ الحدودية وكل الأمور السيطرات هي مسؤولة من إشفيات الحشد، وكلنا نعرف يعني دخول هذه المخدرات من أي مكان تدخل، كلها من المنافذ اللي جاي من إيران واللي جاي من طريبين وكل المنافذ اللي هو يعني مسيطرين عليها. فهذه لازم زين ليش ما ليش هاي السنوات اللي مضت، خلينا نتكلم حاليا، ليش ما تقوم الحكومة بمبادرة مع إن كان مع الحكومة الإيرانية أو الحكومة السورية بأنه تكون عملية مشتركة فعلية لغلق الحدود، سد أي منفذ لتجار مخدرات إذا قالوا أنه يعني الأمر غير متعلق بالحكومات؟ طبعا هناك تقارير عديدة، تقارير غربية تحدثت على سبيل المثال بأن النظام السوري متورط بإنتاج المخدرات وكذلك النظام الإيراني. ليش ما تصير عمليات مشتركة لسد الحدود حتى نخلص من هاي الآفة؟ يعني من هنا سنتين ثلاثة مجتمع العراقي راح. تدري أنت اليوم الجريمة بارتفاع، عندنا كم ضابط مثلا ذاك اليوم رائد بالبصرة الله يرحمه انقتل على يد تاجر مخدرات خلال عملية إلقاء القبض على هذا التاجر. نعم. رائد، وقبل كذلك نعم. انقتل قاضي في ميسان، قاضي مختص بقضايا المخدرات. فالأمر يعني ده يأخذ على شكل مافيات كبيرة جدا. ليش ما تأخذ على عاتقها الحكومة وزارة الداخلية انه توضع حد بجانب القضاء، انه يضع يعني حكم صارم بحق من يتاجر بهذه المادة القاتلة؟ أستاذ عمر، يعني بالنسبة حضرتك الكلام اللي وجهته اللي وجهت له، هاي المفروض يعني سلطة الأحزاب أو حكومة يعني اللي كرئيس وزراء الكاظمي أو وزارة الداخلية هي لازم تأخذ حد عن هاي الأمور.
لكن للاسف اللي شفناه قبل فتره يعني من ناس شيوخ معممين اللي ذكر كان احد الضباط اللي وزاره الداخليه من كوموشه عنده مخدرات فتحاسب ضابط ونال عقوبته والشخص اللي حامل المخدرات كنا نعرف فيه تبرى من هذا الامور وطلعوه فكيف يعني من محافظه النجف وزاره الداخليه نعم فشون تكون لها هيبه ومكانه وشون تكون سياده وزاره الداخليه معطون هاي الاحزاب الفاسده اللي مسيطره على يعني من يعني عملهم وزاره الداخليه عمل يعني عمل وطني وعمل شريف ونزيه ما ممكن انه تقضي على قيادات او ميليشيات الاحزاب لان قيادات ميليشيات الاحزاب هي تدعمهم وهي تاخذ الصلاحيه من زعماء القيادات العليا فالايراني اللي هي المموله اللي تمول القيادات هاي اللي عندنا موجوده عندنا بالعراق فما ممكن محاسبه تكون ضعيفه جدا كلش امام سلطه وزاره الداخليه وامام القضاء العراقي لان ما ممكن ان يحاكموهم المحاسبه ان يكون محاسبه يعني بسيطه والاعفاء عنهم وشفنا كثير من السجناء اللي مركز شرطه القناه قبل فتره صار فيها هروب السجناء هم ايضا بالمخدرات من سلطه الاحزاب كيف حربتهم وكيف يعني فتحت البيبان لهم بدون اي يعني اي يعني التماس لهم هذول واي محاسبه للضباط اللي موجودين بالسجن والحرس اللي موجودين بالسجن ما تحاسبهم من عندهم فكيف انه يصير عندنا دوله مثل هيك وحكومه مثل هيك سلطه احزاب تمنع المخدرات ويكون الشعب العراقي عايش بامان وعايش بخير لانه ما عندنا عمل للشباب اللي قاعدين هسه يتعاطون المخدرات بالكليات او بالجامعات او بالاعداديات كل هاي الامور سببها العطاله والبطاله عن العمل فالشعب العراقي ما قادر يشوف انه لا تعيين لا مكان رزق انه يتمسك به نعم. ويعيش به ويشوف مستقبل ويشوف حياته اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا ابو علي من البصره تفضل ابو علي ابو علي ما هي اسباب انتشار المخدرات بالعراق برايك ابو علي استاذ عمر وياك تفضل عيني تحياتي لك حياك الله يا هلا بيك اهلا وسهلا بيك استاذ عمر طبعا نعم. هي المخدرات انتشرت بكل العالم نعم اليوم انتشر المخدرات في منطقه العربيه وحتى الاوروبيه وليس العراق فقط اثنين هي المخدرات لا تدخل لنا فقط من إيران من كل الدول النقطة الثالثة أخي العزيز أمريكا ليش احتلت أفغانستان شنو المقصود أول ما احتلت على مود المخدرات لأن أكو بي فايدة لأمريكا هي منتشرة بكل العالم بعد أشير لك على نقطة نعم. مهمة لكن الانتشار اليوم من يطلع وزير الداخلية ويتحدث بأن أكثر من 50% من الشباب العراقي يتعاطون المخدرات هذا ما موجود بكل العالم يعني إذا هو مثلا على سبيل المثال القتل موجود في كل العالم لا ماشي وياك القتل موجود في كل العالم السرقة موجودة في كل العالم والمخدرات كذلك ولكن النسبة كبيرة يعني مثلا البارحة وزارة الداخلية لازمة 8 مليون حبة جاية من سوريا عندك كذلك 1,700,000 حبة تم مصادرتها خلال 3 أشهر علي دواي محافظ ميسان تحدث بأن المخدرات تأتي من إيران إلى محافظات الجنوبية سوريا دخلت على الخط بتصدير المخدرات إلى العراق هل الأمر تجاري؟ هل الأمر تدمير المجتمع العراقي؟ يعني كارثة برأيك فضل أبو علي أستاذ عمر نعم أستاذ عمر بالنسبة لإيران يعني التاجر هناك اللي يشتغل بالمخدرات إذا قبضت عليه الحكومة مباشرة عدمة بدون محكمة يعني هذا تعرفه مجرم مؤثر على المجتمع ليش ما يصير بالعراق هيك قرار صار؟ عندنا الخلل هنا أي ليش برأيك؟ عمر عندنا خلل هنا نعم شوف استاذ عمر تسمعني وياك ليش الخلل موجود هنا انا اي بالعقوبه الصارمه خلل بالحكومه العراقيه اكو خلل بالقضاء اللي موجود اكو خلل بالاجهزه الامنيه يعني اليوم وين الاجهزه الامنيه وين القضاء وين الحكومه العراقيه الشباب وبالتالي تدمر العراقي هاي المفروض اخلي لها بد حد يا اخي زين انتم اللي هذا لما يطلع حتى يصرح هيك تصريح انت وينك انت يا اخي مو ماسك ثلاث حدود زين هذول اللي تمسكهم يا اخي انت والقضاء وعدموا هذول اللي التجار المخدرات معانا شوف اقول لك نعم
طبعا اشكك حتى هذا الموضوع، اقول الاجهزه الامنيه لها بها خيط بهاي القضيه. يعني المفروض الاجهزه الامنيه هي تلقى قبض على كل واحد يصدر المخدرات يا اخي، بها تاثيرات بالتاكيد على العراق، وبالتالي هاي تشكل مشكله كبيره في بلدنا يا اخي. نعم. هذا المفروض احنا الكل نحاربها، يحاربها الحكومه تحاربها، يحاربها الاجهزه الامنيه، يحاربها القضاء، يحاربها المواطن العراقي الشريف يا اخي، الكل المفروض اجتمع على هذا. نعم. الموضوع هذا بتاثيرات كثيره. نعم. اثنين استاذ محمد. نعم. انا اتمنى اللي تكون تجاوزات، يعني مثل هسه. نعم ابو علي، انا اقول هذا اللي يتجاوز على كل مواطن او على حزب او على مثل بلد يا اخي، هذا المفروض يحترم القناه ويحترم المقابل. ما قبل نتجاوز. سمعتني اني لو ما سمعتني ابو علي وياي مقدم برنامج، انا احترمك تاج. الله يبارك بيك، الله يسلمك. انا قلت له في نهايه، قلت له يا اخي انت ليش يعني انت ليش مش شنج؟ كل انسان الى رايه، يقدم رايه بشكل حضاري، واذا عنده دليل، دليل ملموس يتحدث في اطار هذا الدليل. لا تشنج، لا تتعصب، خلص احنا بدنا نناقش قضيه، تهمنا وتهم اولادنا وتهم اجيالنا القادمه. هذه آفة لا سامح الله اذا لم يتم ايقافها راح تظل مستمره في 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 اجيالنا القادمه. نعم. شوف استاذ محمد، انا حقيقه تحدثت في قنوات كثيره، قلت لهم المفروض احنا حتى نقضي على قضيه الدراجات اللي هي سبب مشكله كبيره في تسريب المخدرات. يعني هاي اليوم الدراجات اللي قاعد تداور عندنا بالعراق يا اخي، الصينيه ولا الايرانيه، هاي تنقل المخدرات يا اخي، وهذا طالبنا به الحكومه العراقيه. انا مو اشنج هسه، يعني انا هسه لو نفرض بعد عمر، يعني تسمح لي؟ تفضل. هذا مو اخلاق هاي يا اخي. نعم نعم. انا اغلط عليك واغلط مثل على المتصل الثاني، لا، المفروض الكل احنا نكون نطرح هذه الطروحات. انا ما اريد اطيل عليك، شكرا لك استاذ. وهذا ما تحدث به مع الأخ محمد من أمريكا، يجوز أنت ما حضرت، ما قلت له. أخي أبو علي، أنا أشكرك أبو علي من البصرة، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول ما هي أسباب انتشار المخدرات في العراق. نأخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال حلقتنا. اهلا بكم من جديد. اذا ما هي اسباب انتشار المخدرات في العراق؟ كشفت مديريه مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه التابعه لوزاره الداخليه في وقت سابق عن حصيله رسميه تمثلت بالقاء القبض على اكثر من 17 الف متهم بالتعاطي وتجاره المخدرات في العراق خلال 22 شهرا فقط، في حين اكدت بيانات لوزاره الداخليه وجهاز الامن الوطني بأن عمليات مطاردة واعتقال تجار المخدرات مستمرة، مشيرة إلى أن بعضا منها وصل حد تبادل الاشتباكات المسلحة وإطلاق النيران. كما أصدرت السلطات القضائية أحكاما بحق مدانين بتلك التهم، تتباين ما بين الحبس المخفف للمتعاطين والحبس الشديد لتجار المخدرات ومروجيها. البصرة من أكبر المتضررين بالمخدرات، حيث سجلت مدن عراقية أعدادا مخيفة بنسب التعاطي، بينها نينوى والبصرة وميسان والعاصمة بغداد، وكذلك في الأنبار غرب البلاد، حيث تمت مصادرة ملايين الحبوب
من مادة الكبتوغون المخدرة. ولعل السبب الرئيس بحسب تقارير رسمية وصحفية لارتفاع المتعاطين والمروجين في مدينة البصرة يعود لموقعها الجغرافي، حيث أن قصة انتشار المخدرات والتعاطي تبدأ من صديق السوء، مؤكدا بأن عصابات المخدرات أو مؤكدة هذه التقارير بأن عصابات المخدرات تختار المراهقين والشباب الصغار ليكونوا مروجين لهم بعد أن يصبحوا مدمنين على المخدرات. يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كان قد أوضح في تقرير أصدره العام الماضي 2021 أن مخدر الكريستال يعتبر الآن المخدر الأخطر والأكثر انتشارا في العراق، وحذر في بيان من أن ذاك النوع أصبح يصنع سرا داخل العراق بعد أن كان يهرب سابقا من إيران. وكشف مجلس القضاء الأعلى في العراق العام الماضي بأن نسبة إدمان الشباب العراقي للمخدرات قد تصل إلى 50%، عازياً الأمر إلى سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد. نقل بيان للمجلس عن قاضي محكمة تحقيق المسيب في بابل نبيل الطائي قوله بأن نسبة الإدمان قد تصل إلى 50% بين الشباب، لكن هذا الأمر غير مكتشف بشكل رسمي. أضاف بأن الأشخاص الذين يعملون بالمخدرات ويروجون لها موجودون في كل المناطق وليس في منطقة محددة، لكن نستطيع القول بحسب القاضي بأن النسبة الأكبر حوالي 70% منها هي في الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية. أشار الطائي إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة الكبيرة تؤدي إلى إقدام الكثير من الأشخاص على تناول المواد المخدرة ظنا منهم بأنها تنتشلهم من هذا الواقع المؤلم. ولفت إلى أن جرائم المخدرات لم تعد محصورة بالرجال، بل أصبحنا نلاحظ تورط النساء فيها، ولعل أهم أسباب انتشارها تتركز في زيادة الإنتاج العالمي للمخدرات، كما أن التطور التكنولوجي والاتصالات والمواصلات لها دور حيوي في تسهيل انتشار المخدرات. تحدث القاضي الطائي بأن دعاوى المخدرات في المحاكم كبيرة جدا والخط البياني في تصاعد مستمر، وكان ينظر إلى العراق طوال عقود على أنه خالي من هذه المخدرات، وكانت تصل يعني من يتاجر أو يتعاطى بالمخدرات تصل المحكومية إلى الإعدام. إلا أن البلد مع الأسف تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات منذ عام 2003 بعد أن سيطرت القوات الأمريكية وغزت واحتلت العراق، حيث تسود البلاد حاليا نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة. كذلك كشفت وزارة الداخلية في بغداد عن أرقام غير مسبوقة لعدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بتهمة ترويج وتجارة المخدرات في البلاد في مطلع العام الماضي 2021. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن اللواء مازن كامل منصور مدير عام دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تأكيده إلقاء القبض على 11,907 متهمين بترويج المخدرات منذ بداية عام 2021 وحتى ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، من بينهم 156 امرأة. يعني إذا قارنا 11,221 في بداية 2021 وعدنا اليوم 17,000 تم إلقاء القبض عليهم، وإحنا بعدنا في الشهور الأربعة من عام 2022. خلونا كذلك نأخذ تصريح وزير الداخلية عثمان الغانمي مرة أخرى، وهو يتحدث بأن نسبة التعاطي بين صفوف الشباب العراقي قد تجاوزت 50%. خلونا نشوف هذا التصريح السابق لوزير الداخلية عثمان الغانمي. إيش قد محددين نسبة الانتشار المخدرات بين الشباب العراقي كوزارة الداخلية؟ أكثر من 50% الآن. أكو نسبة كبيرة جدا، بس بالأخير بدأنا أولا إذا أردت تقضي على شيء أولا لازم تجفف منابع التصدير مالته أو التمويل. بدينا نجففها بصراحة إحنا.
بدينا نلاحق التجار، بدينا نشكل مفارز ميدانية لكل من تعاطي متخدرات ونحيله للقضاء. فبدأت تقريبا تخف عندنا الحالة. وين أيضا مشخصين هذه؟ عند الشباب، عند فئة العاطلين عن العمل؟ وين الفئة الأكثر متعاطين؟ والله مو على العاطلين، يعني لاحظنا في الفئات العمرية اللي هي خلينا نقول 30 سنة 35 سنة لحد 20 في الجنسين هذه موجودة يعني. نعم، معنا اتصال أبو علي من بغداد. أبو علي، برأيك ما هي أسباب انتشار المخدرات في العراق؟ تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ أبو علي، يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع أبو علي من بغداد. طبعا بحسب مدير دائرة المخدرات فإن من بين هؤلاء الأعداد اللي ذكرناها قبل المقطع اللي هم حوالي 11,907 متهمين العام الماضي، تحدث بأنه من بين هؤلاء 328 حدث يعني تحت 18 عام، و6327 أعمارهم بين 18 و30، و3874 شخص أعمارهم هم تتراوح بين 31 و40 سنة، و1035 من 41 إلى 50 سنة. بحسب الأرقام اللي أوردها العام الماضي في بيان لوزارة الداخلية اللواء مازن كامل منصور، تصدرت العاصمة بغداد محافظات العراق في مشكلة المخدرات بنحو 2000 متورط بالترويج لها في جانبي الكرخ والرصافة، تلتها محافظة البصرة بواقع 1871 متورط، ومحافظة بابل 1617 معتقل، ثم محافظات أخرى كالمثنى وكربلاء والنجف وذيقار وديالة وصلاح الدين وميسان وواسط والأنبار والقادسية وكركوك ومحافظة نينوى. ومثل ما ذكرنا في بداية الحلقة كذلك يعني سلطات إقليم كردستان العراق يعني أعلنت اليوم بأنه محافظات كردستان العراق دهوك سليمانية أربيل تعاني من يعني انتشار المخدرات في العراق. اللواء منصور أكد بأن بغداد والبصرة وبابل تعتبر أكثر ثلاث مناطق في العراق جرى إلقاء القبض فيها على متهمين ومتورطين بالإتجار في المخدرات، وفي تأكيد جديد على أن جميع المواد المخدرة تصل إلى البلاد عن طريق التهريب من دول مجاورة. أكد اللواء منصور بأنه لم تسجل أي حالة زراعة أو صناعة للمخدرات داخل العراق حتى الآن. طبعا هذا بيان العام الماضي. منظمة العراق يعني عراق خالي من المخدرات يعني أكدت بأن العراق يفتقد إلى وحدات علاجية متخصصة، مستشفيات لعلاج الإدمان لتقديم العلاج للمدمنين. معنا اتصال حسين من بابل، تفضل حسين. حسين أسمعك أستاذي. حسين، برأيك ما هي أسباب انتشار المخدرات بالعراق؟ ألو، أسمعك حسين، يا ريت تسمعني من التلفون مباشرة. أستاذ عمر؟ أي نعم، تفضل. والله أستاذي يعني هو المخدرات يعبون تعاك كل تهريب. نعم. كله تهريب. استمر استمر حسين بالكلام. كله تهريب. اي نص التلفزيون للاخير. عيني حسين تسمعني هسه حسين؟ اذا تسمعني نص التلفزيون للاخير وتكلم على راحتك من التلفون مباشرة. استاذي كله تهريب. تمام. ايه بس هاي الو اسمعك حسين. الو، يبدو ان هناك مشكله في الاتصال مع حسين. علي من الموصل، علي ما هي برايك اسباب انتشار المخدرات بالعراق؟ تفضل علي. انقطع الاتصال مع علي. طبعا مثل ما اشرنا بانه منظمه عراق خالي من المخدرات أكدت عدم قدرة المتعاطين في العراق على علاج أنفسهم
مع قلة المستشفيات المتخصصة بعلاج حالات الإدمان. أضافت المنظمة بأن غالبية الشباب المتعاطين لا يملكون القدرة على علاج أنفسهم، كما وأنهم لا يفصحون عنها خشية الملاحقة القانونية. وفي السياق أكد أطباء في مستشفى ابن رشد بأن المستشفى غير متخصصة في علاج مدمني المخدرات، حيث تمتلك فقط ردها واحدة لا تتجاوز عدد أسرتها 70 سريرا. ولفت الأطباء إلى أن قلة التخصيصات أعاقت إنجاز مستشفى متخصص لمتعاطي المخدرات، فيما أكدت دائرة مكافحة المخدرات بأن المعتقلين بهذه الجرائم بلغ أكثر من 17 ألف. طبعا عضو نقابة المحامين العراقية محمد الدايني تحدث بأن العراق بحاجة إلى تغليظ القانون الخاص بتجارة وترويج المخدرات، وقبل كل شيء تفعيل القانون في مواجهة الجميع، لأن جزءا كبيرا من تجارة المخدرات بات محميا بسلاح بعض الفصائل المسلحة النافذة في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها معكم عن أسباب انتشار المخدرات في العراق. نسأل الله أن يجنب العراق والعراقيين هذه الآفة القاتلة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.